يا سيد الحسين، يا سيد الحسين، جئنا لكربلاء كي نراك تكتب في دماك حكاية الخلود والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. غريب يا كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سعادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة في سورة الإسراء آية 28، والآية الكريمة كأخواتها من الآيات لها سبب نزول ولها شأن نزول. طبعا الآية تتكلم عن الصدقة وعن العطاء وعن الجود والسخاء، والآية تكلمك إذ أقبل إن أقبل إليك سائل فلا ترد السائل بأي حال من الأحوال، وإن أردت أن ترد السائل فرد السائل بقول ميسور يعني لين. يعني هاي الناس اللي تجي لك، واحد فقير إجاك، إذا دخل إليك أكو حالتين للإنسان، إما أن تستطيع أن تعطيه فلا تعطيه. واحد يقدر ينطي عنده فلوس، أو يقدر ينطي أن يعطي السائل لكن لا يعطي السائل، متعمد. هذا شنو؟ هذا نسميه بخيل. شنو نسميه هذا؟ بخيل. وأكو واحد، ولهذا احنا عندنا قبل، خل أقول لك رواية حلوة هاي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو البخل هم درجات. أكو واحد بخيل، البخيل بخيل ما ينطي. وأكو واحد لئيم، اللئيم لا هو ينطي ولا يخلي غيره أن يعطي. واضح شنو صار؟ البخيل يقول لك أنا ما أعطي، يريد فلان ينطيك خلي ينطيك، أنا ما أنطيك، هذا بخيل. اللئيم لا هو يعطي ولا يخلي غيره يعطي، إذا غيره راد يعطي قال لا 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 ما محتاج من تعطي، أنت شو لك علاقة، خلي يعطيها. الشحيح بخيل لئيم، الشحيح ياهو، الشحيح بعد أسمى منهم. الشحيح يبخل حتى بالكلمة الطيبة، حتى بالنصيحة يبخل، بمعنى أنه إذا أنت تمشي في طريق ويدري هذا الطريق فيه ضرر، راح تطيح ببير في بئر، ستسقط في بئر، هذا
ما يقول لك، ما يقول لك هذا الطريق به ضرر، ما يقول لك هذا شنو هذا، هذا لا أسمى من اللئيم ياهو شحيح، ها هذا الشحيح حتى بالكلمة الطيبة هم بخيل ما يحكي، هذا به ضرر يريدك تنضر، يريد ما يقول لك زين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الناس على أربع، الناس على أربع: سخي وكريم، بخيل ولئيم. إيش قصروا أربعة بعد؟ سخي وكريم، بخيل ولئيم. شنو هاي الأربعة يا رسول الله؟ قال: السخي يأكل ويعطي، السخي يأكل وينطي، هم هو مسبع بطنه وهم مسبع بطن غيره، هذا شنو؟ سخي. الكريم أسخى من السخي، أحسن. شنو؟ قال: الكريم لا يأكل ولكن يعطي، يأخذ لقمته ويعطيها لغيره، هذا ياهو هذا كريم. مثل من؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم علما عافية لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. زين، هذه أهل البيت سلام الله عليهم لما ظلوا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام لم يأكلوا شيئا، كانوا يشربوا الماء ويفطروا بمن؟ بالماء بس، بس ماء خالي ما عندهم شيء. زين، هذا سخاء له كرم عافية، كرم هذا. ليش كرم؟ لأن الكريم لا يأكل ويعطي بالمقابل، واضح مولاي شو صار؟ هسه أنا أعيد الرواية للي الإخوان اللي توا جايين خاطر يعرفون الرواية بالكامل. الله يخليكم إن شاء الله مولانا. الرسول الأعظم يقول الناس على أربع: سخي وكريم، بخيل ولئيم. السخي شرحنا، السخي يأكل ويعطي، السخي يأكل وينطي، هو عنده مشبع بطنه وبطن عياله ومشبع بطن غيره، هذا سخي. الكريم أكرم، الكريم لا يأكل لكن يعطي، هذا كريم. مثل أهل البيت سلام الله عليهم، ثلاثة أيام أخذوا الطعام أعطوه لغيرهم، هذا كرم. البخيل يأكل لكن لا يعطي، بس هو يأكل ما ينطي غيره، يقدر ينطي غيرها بس ما ينطي، هذا بخيل يأكل ولا يعطي. اللئيم لا بعد، هذا اللئيم فوق الفوق. شنو اللئيم؟ لا يأكل ولا يعطي. أي هذا حتى أطفال جياع، حتى زوج سهم جائعة، مو أنتم تعرفونه هذا، أنا ما أجيب اسمه بس أنتم تعرفونه. أكو واحد كان في زمان كان تاجر مال عبيد، أي صح نعم بلوية زين، تاجر مال عبيد مولانا، شايف هذا واحد عنده دواجن يسوي مثلا ويطلع، هذا عنده عبيد يسوي زين من حرام طبعا. هذا زوجته لما ساروا مسلمين، زوجته اجت شكت الى رسول الله، قالت له: يا رسول الله هذا لا يعطيني شيئا، ما يعطيني شيء، تاجر قوي تعرفونه ما يعطيني شيء، ايجوز لي ان اخذ منه بقدر حاجتي ونفقتي؟ قالها النبي: بقدر النفقه والحاجه. نعم، يعني هذا لا ياكل ولا يعطي، حتى بخيل على من؟ على زوجته، على عياله بخيل. وموجودة ترى، موجودة، أنا قاعد أقول لك هسه موجودة، هسه شوفه يملك الدنيا وما بيها، وأطفاله يطلعون ملابس تعبانة ورثة، وشوف حالة على قولتهم بحالتهم زبينة زين، كلش تعبانة ماكو شيء زين، تقول هذا عايش وين؟ ببر بهيمة، ليش؟ ما شايفين الخير. الله يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. الله انطاك نعمة، يريد أن يرى نعمته عليك، ها الله يقول لك: أنا قاعد أعطيك، خلي أشوف النعمة عليك، أنت أكل وانطي لغيرك، ها أشبع، أصعد أحسن سيارة الإسلام ما يمنع، ابني أحسن بيت الإسلام ما يمنعك مولانا، لكن بالمقابل لا تنسى غيرك، عين لك وعين لغيرك، واضح مولانا؟ فاللئيم ياهو، اللئيم لا يأكل ولا يعطي، هذا بعد أشد من البخيل. زين، الشاهد نرجع للآية، الآية ايش تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. الإعراض يعني عدم الاهتمام، عدم الاعتناء، يجي لك فقير في بعض الحالات،
هسا أنت إذا ما عندك قول الله يرزقك إن شاء الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أقبل إليه فقير يقول له رزقنا الله وإياكم من فضله، ما يدير وجه عنه. إذا أجاك فقير حد الأقل الله يرزقك، الله يرزقنا وياك، الله يفرج عنك. العجيب أن أكو رواية جدا حلوة إخواني، جدا جميلة، يعني تأثرت بها كثيرا. الإمام الصادق عليه السلام، الصادق المصدق، صادق آل البيت، إمام افترض الله طاعته على العالمين، يقول إذا أجال فقير شي قل له وما عنده ينطي، شي قل له؟ شوف يقل له العاف، يعني أنت لك حق برقبتي وأنا أعتذر منك. شوف الإمام شي قل له؟ العاف. ولهذا تجد كرم آل البيت سلام الله عليهم ياهو هذا ما قال لا قط إلا في تشهده. ياهو الإمام السجاد سلام الله عليه يقول عن الفرزدق ما قال لا إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. يعني هاي أشهد أن لا إله إلا الله، لو مواجبة هاي لاهم صارت نعم. هاي من باب المبالغة طبعا قاعد يبقى. وبالفعل شوف خلنا نقول لك أنا شيخ هاشو يطلعك من التعب مولانا. دخل سائل عليه الدين على الإمام الحسين سلام الله عليه، احنا نعيش في أيام الحسين سلام الله عليه. قال له سيدي يا أبا عبد الله علي دين. قال له شقد دينك؟ قال له ديني 100 درهم. 100 درهم طبعا 100 درهم هواي، أنا لو بدي أحسب لك الآن بفلوس الكويت هواي يطلع 100 درهم. قال له 100 درهم؟ قال له بلى. قال له يا عبد، أكو عبد يم الإمام سلام الله عليه، قال له يا عبد؟ قال له بلى. قال له علي ب100 درهم، جيب لي كيس فيه 100 درهم. راح العبد جاب له كيس ب100 درهم، بس توجه لي. يقول جاب أعطاه بيد الإمام الحسين، الإمام أعطاه للرجل. هذا الرجل كان وقح شوية، سائل بس وكيح، إيش سوى؟ فتح الكيس ظل يحسبهن، أي 1 2 3 4. الإمام يعاين عليه ما يحكي، العبد ما تحمل، التفت له قال له تعدها؟ قاعد تحسبها؟ قال له أعدها، هل هي 100 أم لا؟ أريد أشوفها 100 أو مو 100. إيش قال له؟ قال له ويحك، كأنك بعتنا شيئا، خلاص أطاك الرجال، أطاك مو 100، أطاك 90، يعني شو خير مادة جديدة بعد كيف؟ أطاك 20، عسى أطاك دينار واحد، درهم واحد، كيف يعني؟ زين قال له كأنك بعتنا شيئا. أراد علي السائل إيش قال له؟ قال له نعم بعتكم شيئا. قال له وهو؟ قال له بعتكم ماء وجهي. بعتكم ماء وجهي، أنا جاي أنا من؟ أنا عندي هاي ماء الوجه وبعته لك. الحسين سلام الله عليه تبسم، قال له علي ب100 دينار درهم ثانية. راح جاب له 100 درهم ثانية، بس هذا العبد قاعد يفور متأذي، جاب له 100 درهم قال له أعطيها له، أعطاها له. قال له علي ب100 درهم ثالثة، جاب له ثالثة أعطاها الإمام الحسين. العبد ما تمالك نفسه، قال له سيدي بس أنا مو جسارة لك يا أبا عبد الله سيدي، لكن أنت الأولى أعطيتها عرفنا، الثانية والثالثة لماذا؟ قال له الأولى أعطيناه لأنه سألنا، قال ما عندي وانطيناه، هاي واضحة. قال له زين، والثانية؟ قال له الثانية لأنه باعنا أثمن ما يملك وهو ماء الوجه، ونحن اشترينا ماء وجه وانطيناه 100 درهم. قال له زين، والثالثة؟ الثالثة حلوة. قال له الثالثة لأنه طرق باب الحسين ولم يطرق باب غيره، لأن طق باب الحسين، لو ما يدري الحسين صاحب كرم وجود أو عطاء أو سخاء لما طرق بابنا. واضح مولانا؟ انطيت ثم. فهذا شنو مولانا؟ هذا كرم آل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولهذا الرواية تقول لو صدق السائل لهلك المسؤول. زين، إذا تستطيع أن تعطي فأعطي، أعطي الصدقة الواحدة ب10، الله يدفع عنك إن شاء الله جميع البلايا. زين بهذه الصدقة، الصدقة تدفع البلاء المبرم، البلاء المبرم عن الحتمي، يعني الموت يدفع عنك. زين خلينا نكمل الآية. الآية الكريمة لها سبب نزول، وسبب نزولها جدا جميل إخواني، أنا متعمدا اخترت هذه الآية هذه الليلة. سبب نزولها أن الزهراء سلام الله عليها كانت تعمل بالرحى. تدرون الزهراء عندها رحى، تعرفون الرحى شنو؟ الطاحونة، تطحن الحنطة تسويها طحين للريوق وللغدا وللعشاء.
بقدر أطفالها بقدر بيتها. هاي الرحى بها قبضة، قبضة محل مقبض اليد، بها قبضة، القبضة كانت خشنة. فالزهراء سلام الله عليها لما تطحن بالرحى كانت تؤلم يديها، الرحى القبضة تأذي إيدها، حتى أصيبت يديها بالمجل. المجل شنو؟ الرقراق الطقاق، هذا الماء اللي يسير. الزهراء في عمر الورد أخواني. فأجت شكت الأمر إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالت له يا أبا الحسن انظر إلى يدي، أصيبت بالمجل من كثر العمل بالرحى، أريد جارية من أبي رسول الله، هل لك أن تطلب جارية من أبي رسول الله؟ قال لها اطلبي يا زهراء سلام الله عليها، أنت روحي اطلبي. أنا جدا متأثر بهاي الرواية، هذا المقطع، هذا المقطع أنا جدا متأثر به. هذا المقطع أكو روايات بها إشارة عجيبة دقيقة إخواني، يمكن أكثر الناس ما ينتبه لها، بس أنا هواي أتأثر بهذا المقطع. يقول راحت الزهراء سلام الله عليها، شوف إيش صار. الزهراء أخو تعرفون الزهراء منه، هيبة الكون هي الزهراء. يعني أريد بس أوصف لك الزهراء، الزهراء رحى الكون، علة الوجود، علة الوجود، وجود الوجود بفاطمة. لولاك يا محمد لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلق. زين الزهراء علة الوجود، وجود الوجود، سبب الوجود، هيبة الوجود الزهراء سلام الله عليها، يعني كل هيبة وجلالة. يقول راحت للنبي ورجعت، رجعت قالت سألها علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال يا أم الحسن يا ابنة العم، أقلت لأبيك على جارية؟ قالت لا يا علي. ليش؟ هاي هنا أنا أجوة حلوة هاي. قالت لي يا علي لما وقفت بين يدي رسول الله أخذتني هيبته وجلالة قدره. الله أكبر، صلوا على محمد وعلى محمد. تعرف أخواني أنا جدا أتأثر بهذا المقطع، هذا وهذا. يعني شنو هاي الزهراء، هاي العظمة، هاي الزهراء، هيبة الكون الزهراء سلام الله عليها، تقول لما وقفت بين يدي أبي رسول الله أخذتني هي. شنو عندك يا رسول الله أنت شنو؟ النبي شنو بعد تعرف يعني شنو هالعظمة اللي الزهراء، الزهراء لا تستطيع أن تنطق في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض النبي يقول له سوي وما يسوي. زين إيش قد فرق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضة. زين الشمس لو تصير قوية 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 اللي مفتح عيونه ما يقدر يعاني على الشمس، بس العمى عاين عادي. ليش؟ أعمى. الزهراء مفتشة تعرف من هو رسول الله، من هو رسول الله، لكن اللي ما يعرف النبي وحقيقة النبي مثل العمى بالشمس. أي الشاهد مولانا العزيز قالها أنا سأطلب من أبيك رسول الله. يقول ذهب علي أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى رسول الله فطلب منه جارية. رسول الله قال له علي بفاطمة الزهراء سلام الله عليها. أجت الزهراء شاف يديها رسول الله فبكى رسول الله من شاف إيديها عليها المجل الرقراق بكى. أعطاها شيئين، أعطاها اثنين أشياء. الشيء الأول علمها تسبيح اسمه تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تسبيح الزهراء عبارة عن 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، و33 مرة سبحان الله، يعني جمع الأذكار إيش قد يصير؟ 100. أحسنت، يعني 100 ذكر، 33 و33 66 و34 100 ذكر. هذا المئة ذكر فيه أجر وثواب عظيم وعجيب إخواني. أنا راح أعطيك كم رواية بس قبل أن أبدأ. أولا تسبيح الزهراء في أي وقت تسبح تسبيح الزهراء لا ضير ولا ضرر ولا إشكال في ذلك، أي وقت اللي يسبح ماكو مشكلة. بس الروايات واردة في مكانين، التأكيد في مكانين. المكان الأول قبل المنام تسبيح الزهراء، قبل المنام السبح تسبيح الزهراء. فقد قال الإمام الصادق عليه السلام من سبح تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها قبل المنام وكل الله له ملكا
يسبح الله ويقدسه من الليل إلى الفجر وأجره إلى النائم. هذا المكان الأول. المكان الثاني مولانا العزيز بعد كل صلاة، في دبر كل صلاة من بعد كل صلاة بها أجر وثواب. شنو أجرها؟ اسمع نحفظها، أحفظها. الأول أجرها، الأول ثوابها. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من سبح تسبيح فاطمة الزهراء دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة، كانت أفضل عند الله. اسمع اسمع الرواية: كانت أفضل عند الله من 1000 ركعة. اللهم صل على محمد. تعرف طبعا هاي الركعات ركعات مستحبة مو ركعات واجبة، لأن الواجب ما يسد مسده إلا الواجب. زين، 1000 ركعة ثواب. إيش قد ثواب 1000 ركعة؟ تعادل ثواب تسبيح الزهراء بعد الصلاة. ولهذا إحنا عندنا التأكيد يمتى يصير التسبيح؟ بعد الصلاة. هاي واحد، شو ثواب. اثنين، دخل واحد على الإمام الصادق عليه السلام أذنه ثقيلة، سمعه ثقيل، ما يسمع عدل، إذانه ثقيلة ما يسمع. قال له: سيدي سمعي ثقيل، أنا ما أسمع عدل، ما هو الدواء؟ قال له: أين أنت من تسبيح جدة الزهراء سلام الله عليها؟ قال له: وما هو تسبيح جدتك الزهراء؟ شرح للإمام، قال له: 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله. يقول: ذهبت فعملت هذا التسبيح، ما مر 40 يوم إلا ورجع سمعي كما كان، بل أفضل مما كان. إيش قصارا؟ اثنين، الأول ثواب 1000 ركعة، الثاني شفاء الأمراض، شفاء. الثالث اسمع هذه حلوة، بس راح أربط لك شيء بشيء وانت ذكي إن شاء الله. عندنا آية في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شنو الذكر الكثير؟ ما هو الذكر الكثير؟ 3 آراء. الذكر الكثير، الرأي الأول صلاة الليل، الرأي الثاني تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الرأي الثالث الصلاة على محمد وآل محمد. من جملتها تسبيح الزهراء. يقول الإمام الصادق أن تسبيح جدة الزهراء من الذكر الكثير الذي قال الله عنه: واذكروا الله ذكرا كثيرا. خوش، اسمعني هسه، هسه اسمعني عيني، شوف تسبيح الزهراء ذكر الله الكثير. هسه قال رسول الله: من ذكر الله كثيرا. الله شنطي، شوف تسبيح الزهراء ذكر الله الكثير، من ذكر الله كثيرا كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من نار جهنم. إذا يقدرون الشباب شوي يطون السماعة صوت، خاطر شوي أنا أهدأ من صوتي، جزاك الله خير. فإذن تسبيح الزهراء هو الذكر الكثير، والذكر الكثير تكتب لك براءتان: براءة من النفاق وبراءة من نار. سبحان الله، ايش قصارا؟ كم وحده؟ 3. الاول افضل من 1000 ركعه، الثاني شنو كان؟ الشفاعة فيه. الثالثة براءة من النفاق وبراءة من نار. 4. الرابع اترجاك تحفظها، كلش حلوه، بس احفظ هاي، الباقي ما على قرض، لا تحفظ شيء، بس احفظ هاي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سبح تسبيح الزهراء، ها، أو تسبيح فاطمة الزهراء 100 في اللسان، يعني 100 حسنة وين؟ في اللسان، 100 في اللسان و1000 في الميزان. عافية عافية، 100 في اللسان 1000 في الميزان، تطرد الشيطان، تطرد الشيطان وترضي الرحمن. كلش حلوة وسهلة وبسيطة هاي، من تحفظها هسه من تروح لعيالك سولف لهم، خاطر تاخذ أجر، هناك تصير خطيب، أنا هنا خطيب، أنت مستمع، أنا خلي الحكي اللي سمع نقله للبيت مولانا، تنقله هذا خاطر يصير تثقيف للأولاد إن شاء الله، وتاخذ أجرين، زكاة العلم نشره، وليس مو أنا بس أقعد وأسمع، لا، أنت اسمع وانشر في دوامك، بدل ما الناس تاخذ غيبة، نميمة، بهتان، حكي، ضحك، مسخرة، كذا، هذه قول لهم: أنا سمعت من السيد فلان، سمعت مثلا من الشيخ كذا، سمعت من كذا،
انقل هاي العلوم، انقلها علومها للبيت سلام الله عليه، الناس متعطشة لها. زين اسمع الآن، 100 في اللسان، 1000 في الميزان، تطرد الشيطان وترضي الرحمن. هاي من آثار تسبيح فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، هذا بشكل موجز. طبعا الزهراء سبحت هذا التسبيح، ماذا رأت الزهراء؟ أعطيك واحدة بس من عدن، واحدة بس. الزهراء سبحت هذا التسبيح، دخل عليها علي أمير المؤمنين، رآها نائمة عند الرحى، شاف نائمة عند الرحى، والرحى تدور بغير يد ولا دائر. اللهم صل على محمد. راح الإمام علي عليه السلام سأل النبي أمام الناس، طبعا الإمام علي يدري لما يدري؟ يدري، لكن من باب إياك يعني واسمع يا خاطر يسمعون. قال له يا رسول الله رأيت الزهراء نائمة والرحى تدور بغير يد، بغير يد، ما حد يديرها. ها قال له بلى يا علي، شوف أثر تسبيح الزهراء. قال له بلى يا علي، إن الله قد علم بتعب الزهراء فأرسل جبرائيل يخدم فاطمة الزهراء. أحسنتم. إذن شوف مولانا، هذا أولا قلت لك رسول الله في الآية الكريمة، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. رسول الله أعطى الزهراء شيئين، الشيء الأول شنو؟ تسبيح الزهراء سلام الله عليه. الشيء الثاني أعطاها جارية، هذه الجارية اسمها فضة. هاي منين الجارية؟ راي يقولون هذه الجارية من الروم، أو رأي يقولون بنت ملك الهند، أو رأي يقولون من الحبشة. هسه هاي منين؟ احنا ما يهمنا منين، مو مهم يعني، بس من باب المعلومة أنطيك إياها. فضة استخدمتها الزهراء سلام الله عليها، مو خادمة، جاءت ودخلت في بيت الزهراء كطالبة تلميذة. لما دخلت عند الزهراء ماذا قالت فاطمة الزهراء؟ قالت لها العمل البيت يوم علي ويوم عليك. وهذا أدب التعامل مع الخادمة. الخادمة إخواني بشر، الخادمة بشر، الخادمة مو حديد، هذه بشر صاحب إحساس. زين أنا أضربها وأشتمها وأغلط عليها وعلى أهلها وأنا أحملها أكثر من طاقتها، ما يجوز هذا شرعا. مع العبد المملوك ما يجوز، العبد المملوك، المملوك ملكي، الجارية المملوكة ما يجوز، فما بالك خادمة. زين أنت تهينها، تضربها، تتعدى على حقها، تغلط عليها، زين هذه عزيزة عدها لها، هاي شريفة عدها لها، هسه بعد الضيم جابتها، جابها عندك أنت قاعد تشتغل عندك. زين هاي أم في بلدها، هاي أخت في بلدها، هاي بنت في بلدها. زين أنا أضربها، أشتمها، أغلط عليها، أحملها أكثر من طاقتها، ما يجوز. إحنا أفضل لو الزهراء أفضل؟ الزهراء أفضل. الزهراء تقولها يوم عليك ويوم علي، يوم أنت قومي بواجب البيت ويوم أنا قوم بواجب البيت. زين الزهراء شاوين إحنا؟ مو إحنا نأخذ الدروس من آل البيت ولا هسا سنة وشيعة؟ إحنا مو الزهراء مو مخصوصة بس التشيع. زين سنة وشيعة، هذه الزهراء أسوة، أسوة لنا، نتعلم من كلامها، من سلوكها، من أخلاقها، من كل شيء. فهذا أدب التعامل مع الخادمة، أدب التعامل. شلون الزهراء تعاملها؟ كطالبة تلميذة تعاملها. هذه فضة دخلت في بيت الزهراء سلام الله عليها. اسمع هذه حلوة إخواني، كلش حلوة هذه. لما دخلت في بيت الزهراء ظنت على أن الإمام أمير المؤمنين هذا فارس الفرسان بطل الأبطال، فارس خيبر وخندق وبدر وأحد والحروب كلها، قالت أكيد علي بن أبي طالب من الغنائم هسه غاصب من الفلوس اللي هنا، هسه ايش عنده؟ عنده قصر. من طبت مولاي رأت بيت الإمام علي سلام الله عليه جدا متواضع، وكل أواني علي بن أبي طالب ماعينة يعني كانت من الخزف طين. تعجبت الإمام جدا، حالة بسيطة يعيش، جدا يقدر يعيش، يملك 4 قارات بالعالم علي بن أبي طالب، كان خليفة المسلمين، لكن ما عاش مثل ما عاشت الملوك. زين اجت هذه البنت فضة، اسمعها هاي حلوة، قلت لك كانت عالمة بعلم الكيمياء، عندها علم الكيمياء، عندها اكسير،
اكسير مادة. قالت خطية الإمام سلام الله عليه ما عنده شيء، أنا خل أسوي له اكسير، أسوي نحاس ذهب يصير لونه ذهب يصير أغلى من النحاس. راحت جابت نحاس، تعرف النحاس شنو؟ النحاس صفر، خوارنا العجم يسمونها مس. زين جابوا، جابت النحاس جامد يابس حديد، جاب ذبت عليه الإكسير، ذبت عليه الإكسير المادة صار لونه ذهبي، صار له قيمة عالية، يصير عنده قيمة مو ذهب بس قيمة عالية يصير عنده. زين قالت خطية الإمام علي ما عنده شيء، هو من بساطتها يعني. فأجى الإمام سلام الله دخل إلى البيت، كان الإمام الحسين يزحف سلام الله عليه، من دخل في البيت جابت لهذا قالب الذهب، قالت له سيدي خذ هذا مني إليكم استعن به على حياتك. قال له شنو هذا؟ قلت له سيدي هذا أخذت النحاس الجامد وألقيت عليه إكسير وصار لونه لون ذهب وراح يكفيك إلى 3-4 أشهر، هذا خير من الله يجيب لك أموال حيل. الإمام قال له لو أذبت الحديد، لو أذبت النحاس، لو أذبت الجسم النحاس ذوبتي وألقيت عليه الإكسير لكان لونه أعلى وثمنه أغلى. قال لهم ذوبت أحسن. قالت له سيدي أتعرف علم الكيمياء؟ سؤال مضحك بعد زين، بس مرة بسيطة ما تدري. قالت له أتعرف علم الكيمياء؟ يقول نظر الحسين أو نظر الإمام علي عليه السلام إلى الحسين، قالها إنما يعرفه ولدي هذا. أنا أخوه سأله هذا اللي يزحف شايفته هذا الحسين يعرفه ولدي هذا. زين يقول فأشار الإمام إلى السماء. قلت لك أنا الإمام علي أفضل من عيسى عليه السلام، أفضل من الأنبياء، لأن النبي أفضل من الأنبياء وعلي نفسه رسول الله ما بي روحه تعالى. زين أشار إلى السماء وإذ عنق من الذهب خرج من الأرض ودخل في بيت علي وفاطمة. صار الذهب. قلت له سيدي ما هذا؟ قالها هذا ذهب من خزائن الأرض. عجيب. قالها إن الله جعل تحت أيدينا خزائن السماء والأرض، كل شيء بيدينا بس إحنا في غنى عنها، إحنا ما نحتاج، لو الدنيا نعيش ملوك إحنا بس ما نحتاج إلى الدنيا. ضعي ذهبك هذا مع هذا الذهب. شالت هذا قالب الذهب خلته مع هذا الذهب، ثم أمره الإمام فغار في الأرض، راح هذا الذهب غار في الأرض. شوف عظمة الإمام سلام الله عليه. هذه فضة علمتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها القرآن الكريم، بحيث لم تتكلم 20 سنة، لم تتكلم إلا بالقرآن الكريم 20 سنة، 20 سنة طالبة من طلاب الزهراء. أنقل لك أنا قضية خاطر لا أطول عليكم. أبو القاسم القشيري، أبو القاسم القشيري يقول أنا كنت أمشي بالصحراء على فرس، عندي فرس قاعد أمشي بالصحراء فرأيت سوادة من بعيد. يقول فجئت إلى السوادة رأيتها امرأة عجوز كبيرة بالسن، قلت لها اسمع اسمع شو كم آية، قلت لها من أين أنت؟ منين؟ قالت له بسم الله الرحمن الرحيم قل سلام فسوف تعلمون، آية قرآنية. قل أنا استحيت، قلت لها من بعد ما سلمت عليها قلت لها أم من الجن أنت أم من الإنس؟ أنت جنية لو بشر. يقول قالت بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني شنو؟ إنس من بني آدم. قالها أتائها أنت ضايعة؟ قالت لمن يهدي الله ما له من مضل، أنا مو ضالة أنا الله هديني. ثلاثة هاي. قال لها من أين أتيت منين جاية؟ قالت له بسم الله الرحمن الرحيم من مكان بعيد، آية قرآنية من مكان بعيد. قالها إلى أين تذهبين؟ قالت ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه، يعني وين رايحة؟ للحج. يقول قلت لها كم يوم ضايعة؟ كم يوم؟ قالت لي بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام.
ايش قد؟ 6 ايام. حلوه هاي، حلوه هاي، 6 ايام. يقول قلت لها اجائعه انت يعانى؟ يقول قلت لي بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام، يعني شنو؟ جوعان. يقول نطيتها طعام. يقول اكلت، من اكلت يقول صعدت على الفرس او مشينا، من مشينا هي مره كبيره ما بيها تمشي وانا على الفرس امشي سريع. يقول قلت لها هرولي، يعني شويه سرعي. قالت بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا، زين انت على فرج الطائر وانا مره كبيره واركض وراك ما لحقك، زين لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يقول قلت لها أأردفك معي اصعدك وياي؟ قالت لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. انا وياك على الفرج ثالثنا ياهو الشيطان ابليس، يعني ما اصعد وياك. يقول بعد ان استحيت نزلت صعدتها. يقول من صعدتها صارت وحدها ما يفوتها شيء. قالت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سخر لنا هذا، ما يفوتها شيء، زين. يقول مشيت. يقول انا شوي صرت وكيح، قلت لها ام متزوجه انت؟ عندك ريل؟ ما عندك ريل. اي يقول هي التفتت لي هيك نظرت الي شزرا، قالت لي يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن شيء ان تبدل لكم تسؤكم. انت شو لك علاقه انا عندي ريل وما عندي ريل، زين؟ ليه انا متزوجه لو ما لك علاقه؟ خلاص. يقول بعد انا سكتت ما حكيت، لا هي حكت ولا انا حكيت. يقول وصلنا الى قافله، قافله من بعيد شفناها. قلت لها عند الجماعه بهاي القافله؟ يقول هي عاينتي على القافله. قالت لي بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يا يحيى خذ الكتاب بقوه. الثانيه بسم الله الرحمن الرحيم يا داود انا جعلناك خليفه في الارض. الثالثه وما تلك بيمينك يا موسى. الرابعة محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني جل أربع. يقول أنا صحت، صحت يحيى داود موسى محمد. يقول وذا طلعوا أربعة، أربع شباب معدلين. يقول أنا التفتت لها قلت لها من هؤلاء؟ قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني شنو؟ عيالي هذول أطفالي أولادي. يقول إجل، يقول أنا ما حد يسلموا عليها. يقول نظرت إلى أولادها قالت لهم يا أبت استأجره، يعني شنطو طفلوس، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. انطو فلوس، هو سأسأل سؤال بعد ابتلاء انطو. يقول جابوا فلوس انطو. لما انطو يقول عينت على الأموال، هي كريمة مو مثل أولادها. يقول عانت على الأموال قالت والله يضاعف لمن يشاء. إيه ليش تعطونا هالكذا؟ أنطوا شنو؟ ضعف، زيدوا. يقول أنطوا ضعف. يقول من بعدها هي ودعت وراحت. يقول فسألتهم قلت لهم من هذه؟ قالوا لي هذه أمنا، هذه أمنا فضة جارية مولاتنا فاطمة الزهراء لم تنطق منذ 20 سنة إلا بالقرآن الكريم. محمد 20 سنة ما تحكي. هاي طالبة وحدة مو خادمة عند الزهراء. شنو هي تقول؟ أنا خادمة. الزهراء شو تقول؟ طالبة عندي، تلميذة. أو هذه أنتم الآن في مدرسة وفي حوزة الزهراء، لأن هاي الحسينية حوزة الزهراء، حوزة الإمام الحسين عليه السلام. يجي أستاذ يدرس ويطلع، ها المجالس مدارس مولانا العزيز. فإذا هذه فضة، الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى، فضة خادمة الزهراء سلام الله عليها، اشتركت في هموم الزهراء وفي آلامها ونظرت إلى الزهراء، وحتى بعد الزهراء عند الإمام الحسن وكانت وقد اشتركت في كربلاء مع الحسين. فضة كانت مع السبايا بس ما حد يذكرها، زين. كانت مع السبايا، كانت في كربلاء، فضة خادمة الزهراء، مرة كبيرة طبعا هي، كانت مع السبايا مع الحسين مع زينب سلام الله عليها، إلى أن رجعت إلى المدينة المنورة. لما رجعوا إلى المدينة المنورة وإجا هذا الناعي، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين
فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار يا أبا عبد الله أي دخلوا زينب في دار الحسين الدار خالية من الحسين خالية من صوت الرضيع خالية من صوت أبي الفضل العباس خالية من صوت علي الأكبر يقول لما دخلت وإذ دخل عليها أخوها محمد بن الحنفية أخوها محمد رآها قد تغيرت بس ما عرف زينب سلام الله عليها سألها قالها أنت زينب أنت زينب أنت أختي زينب يقول نظرت إلي صاحت أنا زينب وشان الشرف من شاني أنا زينب وشان الشرف من شاني وراوان الزمان أشكال راواني أنا زينب الشان تحلف بجاني معها محمد بن الحنفية خويا بلا ياهم يهبط رايسك العايلين كانك بالطفوف ويا اخوتك خالي الله الله سولفي لي يا زينب ماذا جرى شنو صار عليك يا زينب هاي الابيات حزينه تقل لاخويا خليني اعاتب اخويا خليني اسالف لك اكو موقف مأذيني شنو اقول لولا وين اكو سيد بالمجلس لولا هاي والله كبيره علي الله شاهد كبيره عليها تقل اخويا خليني اعاتب اخويا خليني اسالف لك اكو موقف مأذيني سطر عيني وصارت عين زينب مثل عين امها بعد يا زينب تقل لا سايلف لك يا خويا لا بعد كافي لا اقول لك الصوت سوى بجدافي لا لا أقول لك بعد زينب إش ألمنا إش ألمت يا زينب ها قل لا سولف ضيم قلبي وحكي آلامه ومن نحكي أخويا تهبط الهامه الله الله هذا البيت ها الهامه أخويا واحد قال أريد سكية الله أكبر الله أكبر بنت الحسين خادمة السيرة خويا واحد قال أريد سكينة خدامة خويا أنا مشيت الدرب اللي ما مشيت مشيت يا وذبح خير فقيت خويا من قلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي نسألك وندعوك شافي وعافي كل مريض يا الله اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان
وإلى أمواتنا وأمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. يا سيد الحسين، يا سيد الحسين جئنا لكربلاء.